السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أول مرة كنقوم بتسجيل هاد الفيديو لكي يعرف الكل يعني بقصتي. أولا أعرفكم بنفسي، أنا مغربي مقيم في السويد لمدة تقريبا ما يفوق 3 سنوات. كنت أعيش بإيطاليا في الأول، وانتقلت إلى السويد من أجل يعني كما يقولون مستقبل أبنائي، لكن للأسف حصل العكس. في يوم من الأيام يعني تلقيت مكالمة من طرف الشرطة، تلقت زوجتي بالأحرى، لست أنا، تلقت زوجتي مكالمة من طرف الشرطة تبلغها بأنهم أخذوا الأوداد من المدرسة. لأي سبب لا نعرف، لم لأول مرة يعني يحصل معنا هذا الشيء. السلطات أو ما يسمى بالسوسيال، الخدمات الاجتماعية السويدية، قامت بنزع أبنائي أخذهم من المدرسة دون إنذار مسبق للوالدين ولا شيء. نحن كنا نشتغل، فيعني تلقيت مكالمة من زوج تحكي لي فيه يعني ما جرى. هرعنا الى السوسيال، لم يخبرونا بشيء. في اليوم التالي استدعينا من طرف الشرطه للتحقيق. السبب ان ابنتي وهي الوسطى عندها 9 سنوات، واللي بجانبها على يسار 9 سنوات، وعلى اليمين 3 سنوات. ان الوسطى هي التي تكلمت، قالت ان ابي يقوم بضربنا هو وامي، وقد قامت خدمات الاجتماعية باختطاف أبناء 3 من المدرسة دون إنذار مسبق أو إعلامي بذلك، بحجة أن ابنتي الكبيرة قالت لهم أن أبي وأمي يضربون، فاقتادونا إلى مكان غير معروف. وفي اليوم التالي استدعينا من طرف الشرطة من أجل التحقيق. أنا في غرفة وزوجتي في غرفة ثانية، لكي يقوموا بعد ذلك بمطابقة التحقيقين لاكتشاف التناقض أو ما يعني يمكن اكتشافه من بيت، فلم يجدوا شيئا. رقوا أن كل يعني تصريح، نحن نقول الحقيقة، يعني ليس لدينا ما نخفيه. فالشرطة لم تجد اختلافا في التصريحات. وفي البداية الشرطة قامت بالتحقيق مع البنات أسبوعين قبل أن يستدعوننا نحن الوالدين. قاموا بالتحقيق مع البنات أسبوعين، ثم إرسال التحقيقات إلى المحكمة الجنائية أولا، فلأنهم اتهمونا يعني اتهامات خطيرة. لكن النائبة العامة لهذه المحكمة طلبت عدم وجود أدلة على هذه الإدعاءات المصرحة بها، وبرأتنا من هذه يعني من هذه التهم. لكن لم يحصل شيء، تم هناك يعني احتجاز البنات إلى حد الآن لتقوم بعدها الخدمات الاجتماعية بأسلوب الابتكار والكذب والتلفيق باتهامنا بكل ما الصفات، يعني الصفات ليست الصفات الحميدة، الصفات يعني الدنيئة الغير إنسانية، لا أعرف. فصرحت أن الابنة الطفلة الكبيرة كنا نجرها من شعرها ونضربها بالركل وندخل لها يعني روبيني أو حنفية الماء في فمها وفي الاستحمام، وإجبارها على أكل الصابون والكارتون، ويعني ما سموه بالتعذيب. والطفلة الوسطى، تصريح الطفلة الوسطى، قال بأن نقوم أيضا بنتفها وتخويفها يعني بالضرب والنتف من الشعر ونزع الهاتف والحرمان من الأكل والحلويات والمشروبات الغازية. حتى الابنة الصغيرة ضربناها بالكرسي وعمرها 3 سنوات. أنا كيف تضرب إنسان بكرسي وعمره 3 سنوات؟ يعني إذا لم يموت فهناك إعاقة مستدامة. والضرب باليد، لكل هذه الأسباب قالوا لنا بأن الأبناء لا يريدون رؤيتنا، لا يريدون رؤيتنا ولا يريدون يعني رؤيتنا بصفة عامة. كل هذه الاتهامات عرضت على المحكمة الإدارية التي أثبتت بنزع الأطفال وعدم عودتهم إلينا، ولكن في المقابل أن صرحت لنا بحق رؤيتهم ويعني الاتصال بهم. ولكن
الخدمات الاجتماعية كعادتها قامت بتجديد التلفيق، وأنها استنفنا على قلنا بالاستناف على هذه الأشياء لأنها غير إنسانية، هذا تعذيب، يعني هذه جرائم ضد الإنسانية وليست فقط ضد الأبناء. كيف يعقل أب أو أم يقوم بتعذيب أطفاله؟ إحنا انتقلنا من إيطاليا للسويد من أجلهم، والله شاهدا على ما أقول. وحتى الآن لم نرى أبناءنا، والآن 6 أشهر أنا تبعت الطرق القانونية، يعني لم أقم بشيء يعني من غير الطرق القانونية لكي أجد حلا، لكن للأسف لم أجد حلا. حتى المحامي الذي كان يدافع عنها اتضح أنه يعني حتى هو مع الخدمات الاجتماعية، لأنه لما نقول نريد نواجه خدمات اجتماعية بشيء يقول لك لا تصرفوا معهم. كيف نتصرف معهم نحن ونحن نفهم قانون، نحن جديدين؟ يعني تخيل انتقل إلى بلد جديد منذ 3 سنوات، لا يعرف لغة، لا يعرف قانون، كيف المحامي اللي لازم يصرح له ويعرفه بكل شيء يقول له لا تصرف معهم أنت. والأكثر من ذلك أتيحت لنا الفرصة للتكلم مرة واحدة عبر الهاتف سكايب مع الأبناء، وأجبرونا على تكلم اللغة السويدية مع الأبناء. ما بقى نحن نتكلم اللغة السويدية؟ هذا يوضح، يعني يوضح الجرم من الأجرام التي من الجرائم التي تقوم بها الخدمات الاجتماعية، يعني الكذب والتلفيق. أجبرونا على تكلم اللغة السويدية ونحن لا نتكلم اللغة السويدية. لهذا السبب أنا رهن الإشارة كل جمعية أو كل حقوقيين أو كل ما يدافعون عن حقوق الإنسان من أجل مساعدتي لاسترجاع أبنائي، فأنا قمت بنشر بهذا الفيديو. المرجو المساعدة ولو فقط عبر النشر ليعرف العالم، لأن السويد كنا حتى في الجامعة كنا ندرس على السويد أنها يعني قمة الديمقراطية. للأسف ليست هناك ديمقراطية، هناك يعني استغلال لحقوق الإنسان، وهناك انتهاك لحقوق الإنسان بطريقة عصرية. أرجوكم إخوتي، كل من يقدر على مساعدتنا وحتى على الأقل الدعاء إلينا، ولكم كامل الشكر، وشكرا جزيلا.